أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كيف الجمع بين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وحديث أيها الناس تداووا ولا تتداووا بمحرم؟ أي الدواء مباح، الدواء مباح، ولكن تركه من باب التوكل على الله هذا أحسن، تركه من باب التوكل على الله هذا أحسن. فالدواء سبب والتوكل على الله أعظم الأسباب، فإذا ترك سببا إلى سبب أفضل منه هذا حسن، وهذا ترك الدواء وهو مباح وسبب مباح لسبب أقوى منه وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا ترك سببا مباحا لسبب أقوى وأنفع منه وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قلتم إن المقصود من العلم هو ثم العمل. أيضا ما هو المقصود من الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون؟ ليس المقصود من ترك الأدوية كلها، المقصود ترك هذه الأدوية اللي هي الكي، لأن الكي فيه تعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي لما فيه من التعذيب. ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا سؤال للناس وذلة للناس، ما هو يقول لا ترقي أو لا ترقي نفسك، يقول لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لأن هذا فيه سؤال الناس، وفي ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم أفضل ما في شك. نعم.